التجمع الساعة 11 بكرة في قهوة مسبيرو. التجمع الساعة 11 ظهرا بتوقيت مصر في قهوة مسبيرو. التجمع الساعة 11 في قهوة مسبيرو غدا إن شاء الله. وكل سنة وأنتم طيبين بمناسبة رمضان، وربنا يجعله عام سعيد علينا يا رب، ورمضان كريم يا رب يا رب جميعا. وبشكركم جزيل الشكر على مواقفكم في غيابي، وانا شاكر افضلكم كثيرا. ومطالبنا على الرغم ما حدث لن اخاف ولن نخاف، لو كهربونا حبسونا خطفونا لن نتهاون عن مطالبنا. مطالبنا واحده، مش هنبقى برضو ابدا حاجه تخلينا نتراجع عن مطالبنا. مطالبنا معروفه، مطالبنا شرعيه، مفيش حاجه هتخوفنا، مفيش حاجه هتخلينا نتراجع عن ابدا مطالبنا وبس. والسلام عليكم ورحمه الله. خالد هو اللي هناك الى لهم محتوه فين فين والله اتضرب دلوقتي اتضرب. لا 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 خلينا محترمين. لما حصل اصابات كان في اشاعه طالعه ان العربيه دهست بعض المحتاجين. هل صحيح؟ في عربيه دهست اكيد. امتى؟ عربيه والتصريح عنده عربيه حالا. طب ما تيجي تعرف خبطت خمسه. العربيه دي فعلا كانت بتاعت وزير. لا 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 ما عربيه ناس بعيد تماما. هي عربيه لانسر سودا وزمايلي كانوا موقفين الطريق، احنا بنطلعها عادي بنمشي الطريق. هو دخل بعنف وضرب الناس يمين وشمال زمايلي، اصاب اربعه زي يوم 28 يناير. اثنين اتاخدوا في عربيه اسعاف راحوا فعلا هناك في المستشفيات، مش عارفين يعني مستشفى. وفي واحد زميلنا دخل الرعايه الطبيه بتاعت الاذاعه والتلفزيون عندنا واتعالج، وعنده كدمات في ظهره وخرج على كرسي متحرك. و في واحد في العنايه المركزيه. الغريبه ان مباحث المبنى، انا لما طلبت ان احنا نعمل محضر لان زمايلي جابوا اللوحه المعدنيه وجابوا البطاقه الشخصيه بتاعت الناس اللي عملوا كل ده، طلبت ان احنا نعمل بيها محضر رسمي. بتوع المباحث عندنا يعني حسيت ان في عدم اهتمام، وحسيت ان في حاجات غريبه مش عايزين يعملوا محضر، وطلبوا مني ان الناس اللي عملت الحادثه مش عايزين يعملوا محضر. انا صممت على المحضر وكلمت واحد بالتليفون، مش عارف هو ده من احد المصابين ولا لا. كلمته بالتليفون قال لي خلاص الموضوع يا فندم عادي. بيكلمني حسيت ان هو مش واحد زي زمان، حسيت ان واحد مكلف عسكري بالرد عليا، لان الرد بتاعه كان رد عسكري. يا فندم سيادتك يا فندم، ده واضح جدا ان هو مش احد المصابين. لكن انا تيقنت للموضوع وقلت حتى لو انت واحد من احد المصابين ورافض انك تعمل محضر، انا لن اترك زملائي غيرك اللي اتصابوا في هذه الحادثه. وبالتالي سياده العميد جمال وافق على فتح المحضر وعمل محضر، وجبنا زميلنا اللي هو كان في الرعايه الطبيه اسمه بتاع الانتاج اسمه ايه؟ هاشم. هاشم نزل عن المحضر في الاسم بتاع ولاد. والله طيب مش مشكله، يعني ما علينا، احنا عملنا اللي علينا وقدمنا في المحضر اللوحه اللي بتاعت السياره والرخصه والبطاقه. الراجل اللي كان قاعد موجود جوه العربيه، السواق اللي كان سايق هو اللي هرب، لكن اللي كان معاه احنا قدرنا ناخد بطاقته وقدرنا نوديه الاسم كمان. الزمن القديم لسه شغال. سبب الاحتجاج ايه اصلا؟ سبب الاحتجاج حضرتك، احنا لينا مطالب شرعيه. المطالب اولها سياده اللواء طارق المهدي جاب اعتمد من وزاره الماليه موازنه اتحاد الاذاعه والتلفزيون اللي هي بتاعت 2010 2011. وحضرتك انا بكلمك بموجب مستندات لاني اعمل في اداره التمويل والتخطيط المالي للقطاع الاقتصادي، وهي المسؤوله عن تمويل كافه قطاعات اتحاد الاذاعه والتلفزيون بالكامل. يعني مش بتكلم كده كلام وخلاص، لا انا بتكلم بموجب مستندات انه اعتمد بالفعل مليار و200 مليون في السنه، وعلى اساس ان وزاره الماليه تمولنا ب 100 مليون شهري، واحنا بندفع لاجور عاملين في الشهر 83 مليون. يعني اذا انا عندي وفر من وزاره الماليه 17 مليون. 17 مليون دول وفر من 100 مليون.
اللائحه اللي احنا وكلنا عملنا استفتاء عليها ونجحت بنسبه 98 في مقابل رفض 7% ليها اللي هي بتاعت طارق المهدي. احنا طالبنا ان هي تتنفذ. لما حبينا انها تتنفذ تكلفتها 33 مليون. الوزير اتحجج وقال ان ال 17 مليون غير كافيه عشان نقدر ننفذ الميزانيه. وانا اسلكوا 250 جنيه تاخدوهم. فانا بقول له سيادتك يا سياده الوزير قلت اقترحت مش هنعمل اللائحه وهنصرف 100%، ثم تراجعت تاني يوم وقلت ان كل ده اتلغى وهديكم عظمه ب 250 جنيه في رمضان. طبعا ده كل ده استخفاف بالعقول والتفاف على مطالبنا. وانا بكلمه بموجب المستندات وبقول له يا سياده الوزير ارجع للاستاذ احمد شوقي رئيس القطاع الاقتصادي وانا مستعد اكون موجود معاك، وبقول لك ان هناك 17 مليون فائض شهري اعتبرها من شهر 7 الى شهر 6 2012، وفي نفس الوقت تقدر توفر اللي هو الفرق ال 16 مليون عشان تكملوا على 17 دول يبقوا 33 مليون من ال 83 مليون، لان 83 مليون المنصرفه للقطاعات هي عباره عن 37 مليون اجور عاملين والباقي 46 عباره عن مكافآت وحوافز ولجان ومستشارين وكلها داخله تحت بنود النهب للقيادات الفاسده اللي موجوده عندنا في الاذاعه والتلفزيون. فاحد مطالبنا هي تنفيذ اللائحه طبعا بموجب اللي انا قلته. ثاني حاجه وضع سقف حد مالي لكافه العاملين بالاذاعه والتلفزيون وخاصه عشان خاطر القيادات اللي بتستولى على اكثر من 200 الف جنيه في الشهر بدون اي وجه حق، مجرد قيادات وخلاص. الحاجه اللي بعديها طالب بالاستغناء عن المستشارين الذين تعدوا 60 عاما موجودين لسه في الاذاعه والتلفزيون بموجب مكافآت بياخدوها ب 25 الف جنيه شهري. فانا بطالب الوزير بالاستغناء عنهم تماما وانتهت ان هم مدتهم يمشوا. اللي بعديها طالب الصحفيين اللي هو رجعهم الوزير اسامه هيكل، واللي انا مستعجب له من موقفه ازاي انت بتقول مفيش فلوس تطبق بيها اللائحه وفي نفس الوقت رحت مرجع الصحفيين يشتغلوا عندنا في الاذاعه والتلفزيون محررين اخبار ومحررين برامج. طب ما احنا عندنا شباب زي الفل جوه مسبيرو ما يستغلهاش ليه؟ ويوفر الفلوس اللي هتتصرف للصحفيين. لكن مع ذلك تعنته الواضح في شعور الصحفيين زمايله قبل ما يكون وزير عشان دايما يكتبوا له في الاخبار والاهرام وخلافه. وانا معايا باسماء الصحفيين دول مستعد اواجهه بيهم واقول لكم كمان كانوا بيشتغلوا ايه. دول مجرد لميعه حسست بنظام مبارك تاني عهده رجع عشان يلمعوه ويقولوا كل حاجه عنه واحنا مطالبنا بالسلامه. هو دي المطالب بتاعتي. واخر طلب القيادات الفاسده المنتمية للحزب الوطني واحنا قلناهم ان هم لازم يمشوا. وخدت وعد من المجلس العسكري اللي اتصل بيا امبارح بخلال 48 ساعه بان هم يمشوا تلك القيادات اعتبارا من اول ما ياخد الاسماء بالقشور. وانا بقول رساله عبر حضرتك يا استاذ يا اساتذه يا سياده المجلس العسكري، انتم تعلمون جيدا من هم القيادات الفاسده دون داعي لكتابه اسمائهم. فاذا اردتم ان كنتم تريحونا وتريحوا شعب مصر من المهاترات وتضليل الراي اللي موجود عندنا في الاعلام، لان الاعلام ليس فئوي، الاعلام هو مطلب ثوري ومطلب شعبي بتطهيره من القيادات الفاسده. فانتم تعلمون من هم القيادات حتى تتخلصوا منها. توقيع بقى اسمه حضرتك خالد السبكي محاسب اول بالقطاع الاقتصادي. شكرا يا فندم.